بلاتي بلاتي ها؟ بلاتي بابا لا ماما مامي عمو عمو إذن متتبعين الأوفياء متتبعي قناة الشعب قناة شوف تيفي كنتواجد معكم مباشرة مدينة تطوان بالضبط حي جامع وزواقات اللي كنعرف ولكن السيدة لا تخليكم تقول الحيط بالضبط. هاد السيدة هي والزوج ديالها والابن ديالها أصبحوا عرضة للتشرد خارجين للشارع والسبب هو جسع بعض اصحاب هاد المنازل اصحاب الكراء. فغنخليكم مع هاد البدايه ديال هاد البث المباشر تشوفوا يعني الحاله الكارثيه ديال المنزل اللي كيعيشوا فيه هاد الناس اللي صافي خارجين الشارع كما كتشوفوا يعني حوايجهم على حوايجهم مجموعين. ولكن الغريب في الامر هاد الناس ملي جاو يخرجوا بحال من هاد المنزل بعد ما توقفوا 7 شهور باش يخلصوا الاداء من هاد السيده اللي كريالهم بسبب يعني تشققات عتشوفوا يعني خطوره هاد المنزل اللي هما عايشين فيه بسبب التشققات اللي فيه. فمولات الدار مشات دعاتهم انهم كيتهربوا من الاداء ديال الكراء يعني قالت هاد الناس دعاتهم بان هاد الناس خارجين وهما هربوا لي ب7 شهور الكراء ديالي وهاد الناس وقفوا لهاد الاداء ديال 7 شهور ماشي هربوا منا لان واحد الدار بدينا عايش فيها غدا ولا بعد وعطيح عليك كيقوموا ببعض الاصلاحات صغيره ومع العلم انهم علموها قالوا لها بان حنا غنصلحوا ما غنخلصوا واكشي قالت ماشي مشكل. جات واحد الفتره خرجاتهم من الشارع صافي خرجوا بعد قالت لهم انا غنصلح الفتره اللي كانت هي الشتاء جات فصل الصيف قالت لهم رجعوا رانا صافي الدار واجده رجعوا جبروا الدار باقي كما هي. جات الامطار الاخيره الماء كامل دخل عليهم التشققات ديال الدار فهما زادوا السبب ديال التشققات ما الديور هادوما فهما اليوم ولا غدا يصبحوا يعني طايحين يعني مؤهلين للسقوط والسبب ان الديار هادوما كيتواجدوا في واحد المكان اللي ما فيهش السواري يعني الديار مبنيين بدون السواري يعني الديور ما مكانينش. وغنخليكم يعني تشوفوا يعني التشققات ديال هاد الدار هادي لا من السقف لا من ناحيه ديال يعني ها التشققات هي كتشوفوها. عاد نرجع معكم مع السيده تقول لكم شنو كاين كامل يعني هاد الناس هادو ها هو زعما السقف هذا السقف هانتوما كتشوفوا التشققات اللي في هذا السقف كامل يعني ماشي هو هذا السقف كامل الناس كاملين اللي كيدخل عليهم الماء بهاد التشققات هذه. فالديار ما فيهمش يعني مره ما فيهمش سواري والدار كامله تشقت ومولات الدار بعوض ما تجي تصلح الدار ديالها كتقول لهم خلصوني يعني ساعه ساعه طمع الانسان كيلعب عليه. فالمنزل كامل انا غنوري لكم يعني المنزل ماشي شي منزل يعني نازل الناس ببسطاء يعني كريم واحد الثمن اللي هو رمزي المنازل ديال الدراويش ولكن اصبح عرضه للشارع بسبب يعني هانتوما كتشوفوا التشققات في هاد المنازل يعني السقف كامل الديار كامله هانتوما كتشوفوا يعني هذا هو الدوش كيفاش عامل يعني هانتوما كتشوفوا الناس حتى بيت الراحه ما كيتوفروش عليه دابا هذا هو بيت الراحه تخيل انه 4 متر كما كتشوفوا لا طاسه وتجي مولات الدار تقول لهم نمشي دعيهم على 7 شهور ديال الاداء. هانتوما كتشوفوا التشققات ديال هذا المنزل يعني في اي قناه تشوفوها جبروا التشققات هانتوما كتشوفوا يعني هذا باش تعرفوا بان الاثار ديال المياه والتساقطات ديال المياه واضحه في البيت. الناس السقف قريب ديال صغارين يعني الله يكون في العون يعني الانسان ضعيف فيما جبر كيتستر هو ولادو ولكن بين ليله وضحاها يعني رجعوا عرضه للشوارع يعني كما كتشوفوا الديور فيما مشيتي كاين هناك تشققات خطيره يعني ها كما كتشوفوا يعني هذه قريبه السقف يعني تجي شي امطار قويه ولا شي حاجه يعني هاد المنزل هذا هاد الناس غيصبحوا عرضه للتشرد. فهاد السيده اللي معنا هي غتوجه يعني نداء مولات الدار غتوجه نداء يعني المسؤولين يتضامنوا معها علاش القضيه ديال علاش دعاتهم هاد السيده فتفضل اشرح لنا المشكل كما كان كيفاش بدا كيفاش دابا رجعتوا للأردن الشعب. حنايا دابا المده ديال 3 سنين حنا كاريين هنا في هاد الدار هادي. ملي دخلنا كانت الدار بلا ما بلا حتى حاجه بلا والو، كنا يعني كتعطينا على القومه باش كنعمروا الماء معاها وداكشي، يعني بقينا شحال كنضربوا باش يدخلوا لنا الماء، وهادي يعني المده قصيره باش الله يدخلوا الماء. ولكن ملي كنا كنقولوا صلحوا داكشي كتقول لك انا ما عندي شي، انا هادي كنقول انا عايشه في الخطر، كتقول لي انا غنضمن لك حياتك، فهمت؟ ويعني ملي بقينا كنهضروا داكشي معاها مره وتكرارا، واحد العام اللي فات دخل عليا الماء كامل، فيضان كامل دخل عليا. خرجتنا لواحد الدار قالتنا الدار بلاتي نصلحكم بلاتي نعدلكم بلاتي هادي. ملي جات السخانه داكشي وقفتنا، ردتنا المطعه. ملي ردتنا المطعه ديالنا جبنا داكشي باقي كما هو، يعني ما كاين لا صلح لا حتى حاجه صافي. يعني ملي بقينا كنهضر معاها اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا من غدا، الهضره ما بغاتش تدخل لها في راسها. اشريفه السيده راه انا كاريه عندك، راه ما غاديش ندير لك راسك، انا وقفتك هاد 7 شهور ديال الكرا حيت عيت نهضر معاك نقول لك صلح 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 وانت ما بغيتيش. انا خدمت معاك بنت الناس ولكن انت ما خدمتيش بنت الناس. نهار اللي جيت قلت لك انا الدار غطيح ليا، قلت لي لك قلت المهم قلت الناس ديالك كاملين اللي معاك في الدار ديال الوراثه كامله قلت لكم انا غادي تصلحوا شي صلح ما صلحتو. وليني ملي شفت انا راسي انا مضروره، انا ملي كطيح الشتا ملي كتكون الرعد ملي كتكون هذاك، انا كنكون جالسه مع الباب كنتسنى شنو يعاون شنو غادي ننتظر في الدار هاديه. يعني انا كنقول لك صلح لي نعطيك فلوسك، ما تصلح لي شي ما كتسانيش، من الاخر ما كتساني والو، حيت انا عايشه في الخطر، انا عايشه في التهديد، انا عايشه حياتي في التهديد. انا عيت نهضر معاك انا كنترجى من المسؤولين يجي يشوفوا هاد الديور هادو راه غير ديور طالعين غير بالتراب وصافي، راه ما طالعين لا بسواري لا بوالو، هاد الديور طالعين غير هكا. حنا في مدينه ديال جامع مزواق حي شارع المامون رقم 17. حي جامع مزواق شارع المامون، وانا قلت حي جامع مزواق شارع المامون رقم 17 كنتواجهوا فيه. راه الديور انا مده ديال 3 شهور وانا ساكنه هنايا، 3 سنين وانا ساكنه هنايا، 3 سنين كامله كنأدي لها، ما عمري ما تلف ديالها، وعندي تواصل عندي كلشي. الدار كاريه بلا كونطرا بلا والو، ملي كتكون شي حاجه ولا هادي ما كتعاوننا حتى حاجه، كتقول لك انا الدار عيد الوراثه انا درت هادي، الديور بلا سواري الديور بلا حتى حاجه. يعني انا خصني نجي، انا ما عنديش باش نعمل الخبير، لو كان عندي باش نعمل الخبير كون جيت الخبير يجي يشوف هادشي هذا اللي عايشه فيه انايا. انا واحد السيده على قد الحال عايشه باش ما قسم لي الله اليوم ناكل وغدا ما ناكلش، يعني ما عنديش باش انا نجيب المسؤولين، انا كان عندي نجيب المسؤولين ويجي يشوفوا هادشي هذا بعينهم باش نشوف هاد السيده انا واش انا اللي ظلمه ولا هي اللي ظلماني. راه انا ما كنظلم حتى واحد، وانا رزقه ما غاديش نديه لها كنقولها ونعاودها. وليني هاد السيده ظلماني ومعديه عليا وعطياني الديور هكذا وتقول لي اليوم غدا بعدو نصلح اليوم غدا بعدو نصلح وفي الاخر ما تصلح لي شي. واش دابا هذه الدار اللي غادي نعس فيها؟ واش هذا سرجم اللي غادي نكون فيها ملي كتكون بروده كامله عليا؟ يلا هم اللي كتهضر كتصدق انت ما صالحاش وماشي مزيانه، يلا قولوا لي واش هذا سرجم؟ هذا النهار اللي دخلت ما عمري ما جبرت فيه، عمري ما جبرت فيه الريدو، عيت ما نقول عدل لي الريدو ما بغاتش تعدلو. الدار دخلت عليها كامله مقشره عاوتاني كامله من جديد. الدار من السقف كنقول لها كيلو التسيمه ما كتقدرش تجيبها، كيلو التسيمه ما عمرها ما جابتها لي، فين ما نقولها شي حاجه تقولي ما عنديش. نهار اللي مشيت نهار اللي طاح ليا الشتا هاد اليومين مشيت باش نعد السيمه هبطت ليا من هنايا، ها حيت ما يهبط ليا السيمه عدلتها من فوق هبطت من تحت. يلاه قول لي في الاخر انا كنتعدى، انا كنصبرتو في هاد الشتا الاخر يخرج حنا في الشارع، يعني كتبقاش مجموعه لا حتى جمعت كلشي صافي ما عنديش فين نجي، فهمتي؟ قلت لها حنا مشيتو على راسنا لا قلت لها جات عندي ضاقت عليا قالت لي الكرامه الكرا، قلت لها شوف اختي انا 3 سنين وانا كنهضر معاك بتصلح لي ما بغيتيش تصلح لي، انا خارجه بحال ما الدار، قالت لي والله ما تخرج تتخلص هي الكرا ديالي. قلت لها انت ما كيعجبك غير الفلوس، انا 3 سنين وانا كنقول لك صلح لي طواليت ما هي طواليت التسطوات ما هي طواليت، وقول لك صح كتقولي انا ما عنديش عطيني فلوس باش نعطيك انا الفلوس باش نعطيك الفلوس وانا ما عندكش باش تصلح لي. والدار كتسالني فيها 6 شهور كتبان لي 8 شهور صافي. يعني انا ملي هضرت معها لا غدا كنصبح انا الاستدعاء عندي في الدار كتقول لك 8 شهور ديال الكرا عليا، انا ما عليا شي 8 شهور ديال الكرا، انا ما عليا حتى 8 شهور ديال الكرا، انا عليا 6 شهور ديال الكرا. هاد السيده هادي انا كنقول الواجب ديالها غادي نعطيه، ولكن تجي تصلح لي الاول الدار وتشوف لي الدار الاول تصلحها ودير لي كيف انا نزيد على الشهر اللي كنتخلص فيه شهريا، كنعطيها 50 نفر كنعطيها 70 نفر، تجي تصلح لي عاد الدار تجي عاد تكون لي الدار وتعاود لي الدار بحال الناس. دعم لها الصواري ديالو دعم لها المسائل ديالو دعم لها كلشي ديالها. الدار عندي مورايا كامله مهدده، الدار انا بعدا بعدو كنخاف طيح عليا، علاش؟ حيت الدار كامله مهدده. ملي هضرت معها قالت لي انا غنضمن لك حياتك، باش غنضمن لي؟ يلا قولي انا منين غنموت انا ولدي وراجلي باش غنضمن لي هاد السيده؟ في الاخر ماشي لكم مثال كتقول ان ماشي كتذكر على الراجل كتقول لك انا عندي راجل ماشي يقتلني ماشي يذبحني، انا ما عندها لا يذبحها كما هي كتخاف على ولادها حتى حنا كنخافوا على ولادنا. حنا راه عندنا الخدمه ديالنا عندنا المسائل ديالنا، باش غنجيو نقابلوا حنا شغل خاوي على والو، حنا ضلنا على الدرج دا هذا ضل على حاجه اخرى. حنا كنهضروا على الديور ملي قلت لي انا غنمشي بحالي، ملي قلت غنمشي بحالي، ملي قلت غنمشي بحالي السيده عملت شغله صافي ما جلساتشي. علاش كتقول لك بنادم قالت حنا كنهددوها، حنا ماشي نقتلوها، حنا ماشي نعملوها، حنا ما كنقتلو حد وما كنهددو حد، حنا كنهضروا في الحق ديالنا والقانون، وكنترجى المسؤولين يجي يشوفوا هادشي بعينهم، كنترجى الخبير وكلشي كنترجاه يجي يشوف هادشي هذا، يشوف هاد الديور هادو. واش انا ظلمه هاد السيده هادي؟ كنقولها ونعاودها، انا ظلمه هاد السيده هادي؟ راه حنا ما ظلمين حتى واحد. يجي يشوفوا هادشي هذا بعينهم، يشوفوا هاد الديور، يشوفوا الشقايق، ويشوفوا هاد الديور هادو واش كيتسهلوا. بعدك اول حاجه واش كيتسهلوا الكره، البير عندي مورايا، ملي كطيح الشتا كامله كتعود عليا. الحيط كيفنا هو فاسك، الصبانات كاملين كيفزقوا، الطرب كامل يفزقوه بقوه الشتا بقوه الماء اللي كيدخلوا عليا. راه بركه لا اله الا الله. انا قلت لك ملي جيت نخرج بحالي راه السيده جات دعاتني في المحكمه، راه ما جات ما نقول لا اله الا الله وصافي. هادشي اللي كاين، حنا نتبعوها قضائيا ونشوفوا شنو غادي. هادشي غادي قضائيا. انا قلت لك انا ما عنديش، انا ما نقدرش نزيدها، لا خرج بداتي ما نقدرش نزيد. ما نكذبش عليك، الدار اصلا ما بقاتش كتريحني حتى نفسيا ديالي، ما بقاتش كترتاح. انا عندي العيا يوميا كيمرض لي في الدار. علاش الدار كامله بارده كامله كدور جات شي كيش كتبان لي يوميا، عم كنبيط انا يوميا. شحال كدير هاد الفلوس ديال التبييض وديال التخمير ديال السيما يوميا؟ عيت ما نجي في شكرات السيما، عيت ما نجي في شكرات السيما. بارك لا اله الا الله. انا هذا التوجه ديالي، انا نخرج من الخطر وشو المسؤولين يجي يشوفوا هادشي هذا اللي عايشين فيه حنايا، يجي يشوفوا هاد الديور كاملين اللي هنا. راه الديور هنا كاملين مهددين، الديور كاملين هنا في الخطر. الدار ديالي كطيح فيها والدار الاخر اللي موراها كطيح فيها وكلشي. الا جا دق عليا اخو بالمسمار الدار كتبقى زعزع بوحديتها. هذا هو اللي غنقول لكم. انا كنطلب المسؤولين وكنتناجا من السلطات العليا يجي يشوفوا هادشي هدايا ويعطونا الحق. واش الحق ديالنا ولا ديالها؟ الا كنا طالبين هاد السيده هادي حنا نخلصوا لها الحق. الا كانت ظلمانا الله ياخذ فيها الحق. حنا ما كنسمحوا لك شي وما عمري ما غنسمحوا لك، وخرجتي معنا للعيب، احنا معاك اختي في كلشي. لا قضائيا دابا السيادات صافي صافي عمنا يعني نسالو على هادشي قضائيا. هذا الشيء اللي انا انتما عندكم الطاقه ولا اللي كتقول، ولكن دابا انت هنا كتستشار مع الناس. واش من حقك، واش اذا خرجتي من حقك تبعك يعني في هاد 7 شهور اللي فاتت؟ ما محقاش يتبعني، مالا انا الا خرجت، انا الا تعتبت راسي من ديك الباب ما عندها حق تبعني حتى حاجه. وراه اي واحد اللي عاد تقول له شي حاجه راه ما عندوش الحق باش يتفاعل. رغم هادشي كامل كنتصادر من المريضه لحد الان هاد السيد. لا واخا تصلح صافي، يعني كنتصادر من انا مجيت تصلح. انا قلت لك نعطيها 70 نفرك، تجي تصلح لي الدار كامله. انا كريم عندها 500 درهم، تجي تصلح لي 700 درهم نعطيها لها. 20 نفرك نزيدها لها ديال الصلح. تجي عاد تصلح لي الدار وتسول لي الدار وتعاوط علي كيف بغيتها انا، وما عندي عاش. حتى الطواليت ما عندها حتى الخادوسه، الطواليت ما كاينش صافي. يعني الهضره الاخرانيه هاد السيده نهار اللي جيت نخرج انايا قلت لها الظروف اللي عندي صافي، يعني طرطقت ما بقاتش عندي فين نزيد. شدعتني صراحه الله. انا هضر في الخطر، عيت ما نهضر والمشكله، عيت ما نهضر معاهم. الناس راه الدار في الخطر، بحال اللي كتهضر مع شي واحد اللي خصو معي الفلوس. عطيهم الفلوس سينا مزيانه، ما تعطيهمش الفلوس سينا ماشي مزيانه. صافي عطي الفلوس، ها انت مزيان، ما تعطيش انت ماشي مزيان. قضات الهضره، صلاتوا على النبي. إذن متتبعينا الأوفياء متتبعي قناة الشعب، كما كتشوفوا يعني الأضرار الجانبية ديال السكن هذا. يعني السكن يعني ما فيهش حتى 2 متر، يعني راسك كيبان. والسكن هذا كما كتشوفوا يعني كامل مهدد بالسقوط، يعني كامل مشقوق، يعني بين الليل وضحاها. ملي كتكون الشتاء كامله كطيح لهاد الناس هادوما. الناس يعني ثابت الراحة ما كيتوفروش عليه، يعني الصراحة. السكن تكون 2 البيوت والكوزينات ما كتشوف، يعني ديال الدور ديال الدراويش. ولكن باش انك تكون مهدد بالشارع وتخرج من الشارع وتجبر راسك بانك جاتك دعوه بانك متهرب من الاداء ديال الكراء والحاله ديال البيت، فهي هادشي اللي خلات هاد الناس يتشكاو بهاد السيده ويدعيوها الله. فمتتبعينا الحاله ديال هاد السيده نتوما شفتوها، فهي وكتوجه رساله، يعني هي عرضه للتشرد، كتوجه رساله لمولات الدار: اجي صراح لي، نبقى انا في داري، علاش غنخرج نتشرد على برا؟ فكنطلبوا من هاد السيده كذلك انها يتصلح هاد المنازل هذا، لان المنازل هادوما فهما بين ليله وضحاها معرضين للسقوط. كما كتشوفوا يعني البيت حتى السرجم الاخرين ما كيتوفرش عليه، والتشققات راه هي واضحه، يعني حتى في الارض وكل شيء. لان السبب الرئيسي ديال هاد التشققات هو البيت ما كيحتويش على السواري، يعني السواري اللي كيحميو الدار. فانتما كتشوف يعني السور مال اللي هنا، يعني هذيك السره وديك الخلط فهو عوج. فكنتمناو ان الرساله ديالنا توصل المعنيه بالامر، انها تقوم بالاصلاح، لان هاد الناس ما سمعتو يعني غادي يصلح لهم يادوا الثمن ديال الكراء ديالها. هما ما خداولاش الثمن ديال الكراء ديالهم، فقط وقفوه باش هاد السيده تزيد تصلح لهم الدار ديالهم. فمتتبعينا الأعزاء، شكرا على متابعتكم هذا البث مباشر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.